لانك تحدثت عن النقل صح البحري أستاذ سمير شعابنا، نمر إلى موضوعنا الثاني. هي أول ربما تجربة بالنسبة للقطاع الخاص، صح. سفينة جزائرية خاصة تعبر الجزائر يعني وتبدأ في خدماتها، تقديم خدماتها لكل الركاب. حدثنا أكثر عن هذا المشروع، تفضل. والله أولا هذا مولود جديد بكل صراحة، أسعدنا أفرحنا وأفرح كل الجالية الجزائرية عندما تابعت هذا الخبر عبر القنوات الفرنسية بكل صراحة. فهذه شركة جزائرية، الدولة الجزائرية والحمد لله أعطت الموافقة وكذلك حتى يعني الرخصة للخواص لاستعمال الخط الرابط بين فرنسا والجزائر، بحرين بطبيعة الحال، إنشاء شركة لتنظيم رحلات بحرية سيدتي. هذا منذ الاستقلال لأول مرة الدولة الجزائرية تعطي هذه الرخصة، ويتزامن إطلاقها مع ذكرى مهمة، نعم يتزامن مع عزيزة سيدتي مع احتفالات أول نوفمبر. فهذا إن دل شيء يدل على أولا اهتمام الدولة الجزائرية والسلطات العليا في البلد، والسيد الرئيس الذي استمع إلى كانت له أذن ساغية يعني لمطالب أبناء الجالية تاعنا، لأنه لا يخفى على أحد سيدتي أنه في هذه الصائفة الماضية كانوا مشاكل كبيرة يعني في النقل البحري، وحتى الشركة يعني وجدت يعني بعض الصعوبات من بعض الدول كإيطاليا كفرنسا كإسبانيا، وبالتالي جاءت هذه الشركة دائما جزائرية 100% لتعزيز يعني الأسطول البحري من جهة، ولمواصلة العمل مع الشركة الأم. فهذه الشركة بكل صراحة أنا كنت قبل الوصول إلى الاستوديو تحدثت منذ لحظات مع المسؤولين القائمين على هذه الشركة. أولا يجب الاعتراف بأن هؤلاء لهم خبرة، لهم تجربة، لهم باع كذلك كبير في ميدان النقل البحري. ضف إلى ذلك هم الآن مستعدون مثل ما قال للسيد المدير، ووضعوا استراتيجية سياسة واضحة المعالم اتجاه أبناء جاليتنا. ولحد الآن راح تكون أول رحلة يعني يوم الغد إن شاء الله الجمعة من مارسيليا إلى الجزائر، يعني وصول الباخرة يعني في مطلع هذا اليوم التاريخي المجيد. وكذلك أنه هذه يوم الباخرة غداً تصل، نعم هذه الباخرة التي بإمكانها يعني يعني في حوالي 650 راكب يعني مكان، أو تقدر تقول يعني غرفة داخل الباخرة. أنت تتحدث سمير، عفوا منك، أنت تتحدث على جانبك تظهر صور سفينة التي وفيتنا بها منذ قليل، هذه السفينة شكر الزميل أحمد بخيلي كما نتابع. نعم هذه السفينة، حتى نعطي معلومات لأنه هذه مهمة جدا سيدتي المحترمة، حتى الكثير من أبناء جاليتنا بعدما وقعت بعض الأحداث للسفينة التي استأجرت من الشركة الأم السنة الماضية ديدي بايا هكذا إيطالية، فالكل يتساءل متى تم يعني إنشاء هذه الباخرة ومن أي بلد إلى آخره. بعض المعلومات فقط، هذه الباخرة تم إنشاءها يعني المصنع أو كذلك المصدر الأم هي بولونيا سنة 2007. تحدث عن هذه الباخرة؟ نعم هذه الباخرة، نعم هذه الباخرة، وتم ترميمها في سنة 2017. يعني الباخرة الآن تقدر تقولي بكل صراحة هي يعني جديدة 100% لأنه تم ترميمها من ألف إلى ياء. ضيف إلى ذلك عدد كذلك يعني المقاعد، قلنا أنه 650 مقعد على متن الباخرة، بإمكانها كذلك يعني أنه تركب أزيد من 650 سيارة. لكن الشيء المهم جدا عندما تتحدثين سيدتي مع أبناء جاليتنا، السؤال الأول المطروح الأسعار ثم الأسعار ثم الأسعار، وأنت على علم سيدتي وعلى علم كل الزملاء في كل سنة نتحدث على قضية الأسعار. فالأسعار والخدمات كذلك، نعم الأسعار سيدتي ضربة من الخيال بكل صراحة. 53 أورو، هل يعقل يعني في وقت مضى أنه نسمع رحلة من مارسيليا إلى الجزائر على متن الباخرة ب 53 أورو؟ من المستحيلات السبع بكل صراحة. فهذه الأسعار تتماشى الآن مع يعني مستوى المعيشة لأبناء جاليتنا. أما على مستوى الخدمات، وهذا هو السؤال الثاني اللي طرحته على مدير الشركة، فقال لي تأكدوا أن الخدمات راح تكون في أكثر من المستوى العادي، أكثر من المستوى العادي، وسندخل في منافسة مع الشركات الأوروبية. طيب وضعت يعني الأصبع على على على, على ربما الجرح الجرح. طيب وربما على النقطة المهمة جدا، مسألة التنافسية، صح أستاذ سمير، إلى أي مدى فتح المجال هكذا أمام الخواص في النقل البحري
ما في مجالات أخرى من أجل تحسين كما قلت الأسعار صح. نوعية الخدمات إلى غير ذلك. والله شوفي يعني احنا في كل مناسبة إلا ونتحدث على خصصة القطاعات الحيوية تحدثنا في وقت مضى على قطاع النقل الجوي، فتح المجال أمام متأكد. الخواص نعم متأكد ليس خصصة نعم يعني فتح المجال بطبيعة الحال لا أقول خصص الشركة نعم. لكن فتح المجال للخواص نعم. طيب أنا متأكد ومتيقن رغم أنه اليقين لله عز وجل أن الدولة الجزائرية بدون شك راح تنظر في المستقبل لإعطاء كذلك الضوء الأخضر لبعض الخواص من رجال المال والأعمال للتفكير في إنشاء شركات نقل جوي. أما هذا النقل الجوي البحري سيدتي مهم جدا لأبناء جاليتنا، لأن الكثير من أبناء جاليتنا يريدون العودة إلى أرض الوطن بالمركبات مع الأطفال حتى يتسنى للعائلات الجزائرية العائدة إلى أرض الوطن التنزه، يعني زيارة البلد، زيارة المناطق الزاخرة لتعرف البلد أثرية وكذلك يعني تاريخية، فهذا مهم جدا. ولحد الآن هذه الرحلة التي ستصل إلى الجزائر يوم السبت يعني بإمكانك أن تقولي حوالي 80% من المقاعد حجزت بهذا السعر، مهم جدا. وكذلك الشيء الإيجابي في هذه السياسة التي تنتهجها هذه الشركة أنه راح يترك الاختيار للزبائن على متن الباخرة، بمعنى يعني حتى قضية الأكل أنت ماكش مطالب أنه تأكل وش راح نحضر لك، يعني أنا راح تلقى يعني عدد كبير من الأطباق من الحلويات الجزائرية الأصيلة من المشروبات، وتم الإشارة حتى يعني ولك الاختيار ولك نعم. الاختيار تمسك يعني بالعادات التقاليد نعم تمسك بالعادات والتقاليد نعم. لأنه حتى هذه الشركة تريد أن ترسخ في أذهان أبناء جاليتنا من الجيل الجديد أنه أنتم في الجزائر منذ صعودكم إلى الباخر، ممتاز. هذا مهم جدا يعني. وضيف إلى ذلك يعني الشيء اللي لاحظته في هذه الشركة عند يعني وجودي معهم كل طاقم شباب من الإطارات الجزائرية في الإعلام الآلي في علوم يعني التكنولوجية الحديثة في قضية كذلك الخدمات في الفندقة، فكل يعني شباب فرص عمل فمهم جدا. وحتى من خلال يعني من خلالكم ومن خلال هذا الفضاء تحدثت مع سيد مدير الشركة فقال لي رجاء أنقل على لسان الشركة أن الشركة مفتوحة لكل الشباب إذا أرادوا أنه يدخلوا للشركة ويعملوا في الشركة، فهذا مهم جدا أنه نعطي فرصة لأبنائنا كذلك لأراد أنه يعمل في هذا القطاع قطاع النقل البحري أو الحجوزات أو كل ما له علاقة يعني بنظام النقل البحري، فبإمكانهم أنه يتصلوا بالشركة وربما يكون عندهم كذلك حظ ويكون عندهم كذلك ممتاز. فرصة نرجو أنها تكون فرصة لشبابنا إن شاء الله. ونتمنى أن تكون فرصة كذلك لقناة الشروق أنه يعني تنقل روبورتاج بين إسبانيا وبين الجزائر وبين فرنسا وبين الجزائر ولما لا نعم. فالباخرة هي مفتوحة وفتحة ذراعيها يعني المدراء على أنه في رقم من التقنيين ومن المصورين والمخرجين كذلك أنه يتنقلوا وينقلوا كذلك حتى أجواء جاليتنا في إسبانيا وفي فرنسا، وحظ موفق بطبيعة الحال لهؤلاء الشباب إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا جزيلا لك أستاذ سمير شعبنا الإعلامي والبرلماني السابق عن الجالية الجزائرية في الخارج على حضورك. شكرا لك. شكرا جزيلا مشاهدينا، نصل إلى ختام هذا العدد من برنامج متابعة، تقبلوا تحياتي تحية الفريق التقني، السلام عليكم.